لقد كنت في انتظاركم، فلا تحلو القصة إلا بحضوركم. قال الراوي: يا سادة يا كرام، لا يحلو الكلام إلا بذكر خير الأنام عليه الصلاة والسلام. سبحان من جعل سير الأولين هدى وموعظة للآخرين، ليتعظ بها كل غافل فطين. في قديم الزمان ومنذ عصور ليست بجديدة، كان لشهرزاد الصباح فكرة سديدة، أن تروي كل ليلة حكاية لتبقى عن الموت بعيدة. واليوم سوف نكمل لكم قصة الدرويش الثاني. قالت شهرزاد: بلغني أيها الملك السعيد أن الدرويش الثاني قال للمرأة. أخذ الرسل اللفافة وعادوا بها إلى الملك. أعجبته كتابتي وقال: خذوا رداء الشرف هذا وامنحوه للشخص الذي كتب هذه السطور. ابتسم الرجال وقالوا: يا ملك الملوك، إن من كتب هذه السطور ما هو إلا بقرد. فسأل الملك: هل هذا صحيح؟ فردوا بالإيجاب، الأمر الذي أدهش الملك كثيرا. ثم قال: أرغب في رؤية هذا القرد. وبعث برسله إليه وألبسوني رداء الشرف وأخذوني إليه. عندما رأيت الملك انحنيت 3 مرات أمامه، ثم قبلت الأرض مرة واحدة. فلاحظ الملك أخلاقي الرفيعة وقال: يا له من أمر عجيب. وأمر بتحضير مائدة طعام أمامي، وطلب مني أن أشارك في تناول الطعام. ولم أتناول سوى كمية قليلة قبل أن أكتب بعض السطور الأخرى له. قرأ الملك ما كتبت وقال: إذا كان هناك رجل يتمتع بهذه المهارة فسيتفوق على الرجال أجمعين. وفي هذه اللحظة ظهرت ابنة الملك، وكانت ترتدي نقابا على وجهها، وقالت: أبي، هل أنا حقيرة الشأن في نظرك حتى تعرضني على هذا الرجل؟ تعجب الملك وقال: بنيتي، ما من أحد هنا سوى هذا القرد، لما تحجبين وجهك؟ فأجابت: قرد، هذا رجل عطوف حكيم ألقى عليه جني إحدى التعاويذ. فاستدار الملك لابنته وقال: كيف تعلمين ذلك يا ابنتي؟ فأجابت: أبي، لقد نسخت 100 من كتب التعاويذ، ويمكنني نقل الصخور من هنا إلى المحيط أو حتى إلى أقاصي الأرض، ويمكنني إظلام السماء ليتحول النهار إلى ليل دامس 100 الأيام. قال الملك: يا بنيتي، لتحرري هذا القرد من التعويذة، لأتمكن من تنصيبه وزيرا وأسمح له بالزواج منك. فأجابت: كما تشاء يا مولاي. بدأت ابنة الملك تهمس بتعويذة، ثم أمرت بإحضار وعاء من الماء، ثم رشتني به وقالت: عد كما كنت. وفجأة وقفت أمامها رجلا، لكن لم يكن هناك متسع من الوقت للابتهاج، ففي لمح البصر ظهر الجني في السماء متخذا شكل أسد مرعب. ففزعنا وخيم الظلام على كل من حولنا. لعن الجني الأميرة لما فعلت، وردت عليه بأن تحولت إلى أفعى مهيبة، وطارت في الهواء، ونشبت معركة رهيبة في الهواء هزت القلعة تحت أقدامنا. واستمر القتال بعض الأرض مع تجسد الفتاة والجني بأشكال مختلفة من الحيوانات. وفي النهاية دوى صوت انفجار كبير، ومضى ضوء براق في السماء الذي كان هو السبب في فقدان البصر في إحدى عيني. اهتزت الأرض أسفل مني، ورأيت جدار القصر وهي تتهدم. ركضت بأقصى سرعتي لأنجو بأعجوبة قبل انهيار القصر بكامله. تركت أطلال القصر وقلبي يملأه الحزن. حلقت لحيتي وحاجبي حتى أبدو مثل الدراويش، وسافرت إلى دول كثيرة، والأسى الذي أشعر به يزداد أكثر. تمنيت أن أعثر على الخليفة حتى أتمكن من قص حكايتي عليه. وصلت إلى هنا الليلة، وقابلت هذين الرجلين عند بوابة المدينة. هذه هي قصتي والسبب
وراء فقداني لإحدى عيني وحلاقتي للحيتي. ردت المرأة قائلة: يمكنك الذهاب. لكنه أجاب قائلا: لا والله، لأبقين حتى أسمع روايات الآخرين. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. كل اللي بيعملوا شير لهيدا الفيديو واشتراك بقناة اليوتيوب رح يدخل اسمهم بالسحب عهدية بقيمة $1,000 من سيلفر سليمينج سنتر تقدمة السيدة غنوة كبارة، بالإضافة لهدية قيمة من أسامينا محفورة. ولتزيد نسبتكم بالربح ما عليكم إلا تضيفوا أصحابكم على جروب المطبخ الطرابلسي.